يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج أخبار On Time. إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. زي ما احنا متعودين معاكم هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال أخبارنا الخاصة، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية. كل ده تحت شعار واحد، شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة. خلونا بقى كده نبدأ زي ما احنا متعودين مع أبرز العناوين. المنتخب الوطني يبدأ استعداداته لمواجهة ملاوي الثانية في تصفيات أمم إفريقيا. المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة الإياب أمام زامبيا. الأهلي يواصل تدريباته المسائية استعداداً لمواجهة الهلال السوداني. محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلي بكأس الرابطة. وعالمياً إصابة هالاند تهدد مشاركته أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي. ومن العناوين هنروح لتفاصيل أخبارنا المحلية. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، الزملكاوي هو أفضل أولاد على صوت حسن المحلة، مش أي نادي. المصري كان كبير وده مش كتير، نفضل معاه لعبوا هنا الهدف الاول للاسماعيلي، ولكن رايه لا هدف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد من الاستلام، احمد عاطف خطيره 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 خطيره، هدف اول هدف اول هدف اول يلبس الجول جول 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 جول. الكره ثابته ملعوبه اهو. هنبدأ أخبارنا من عند المنتخبات. امبارح كان في حالة من السعادة على الجماهير المصرية من أداء المنتخب الوطني، وفوز طبعا رائع على ملاوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أمم إفريقيا اللي فيها مصر متواجدة مع منتخب إثيوبيا وملاوي وغينيا. خلاص منتخب مصر أغلق صفحة الفوز على منتخب ملاوي امبارح، وبيواصل النهارده تدريباته على هامش معسكره استعدادا لخوض مباراة تانية أمام منتخب ملاوي يوم الثلاث اللي جاي خارج الأرض في إطار الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا. من المقرر أن يخضع لاعبو منتخب اللي شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام ملاوي لتدريبات استشفائية اليوم، طبعا ده على هامش مران المنتخب. وعايز أقول لكم أن باقي اللاعبين هيخوضوا مران عادي جدا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وده طبعا استعدادا للمباراة الثانية المنتظرة أمام ملاوي. ومن المقرر ان يغادر منتخب مصر القاهره غدا يوم الاحد على متن طياره خاصه متجها لملاوي. وبعد طبعا عايزه اقول لكم الفوز على منتخب ملاوي صعد منتخب مصر لصداره المجموعه بعد ما رفع رصيده لست نقاط، متقدم بفرق الاهداف على منتخب غينيا اللي بيحتل المركز الثاني في المجموعه بنفس رصيد النقاط. نروح بقى لمنتخبنا الأولمبي واللي هيختتم النهاردة بقيادة ميكالي استعداداته لمواجهة زامبيا غدا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت سن 23 سنة في المغرب. كانت مباراة الذهاب أقيمت بالدفاع الجوي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين. بيحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفرق هدف للتأهل للبطولة والعودة ببطاقة العبور. من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الزامبي الساعة 3 غدا في زامبيا. سافر منتخب مصر الأولمبي لزامبيا يوم الخميس اللي فات ببعثة كده بيترأسها محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخاض المنتخب الأولمبي أول تدريباته أمس بالملعب الفرعي للاستاد
الاستاد اللي هتقام عليه المباراه. اكيد بيسعى المنتخب الاولمبي لتخطي عقبه زامبيا في الاياب من اجل التاهل لبطوله كاس افريقيا تحت سن 23 سنه اللي هتقام في المغرب وهتؤهل لاولمبياد باريس 2024. اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف طاقم التحكيم الكاميروني لإدارة لقاء منتخب مصر الأولمبي ومصر كمان ونظيره الزامبي في إياب التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت سن 23 عام. بيضم بقى الطاقم التحكيمي كل من فرانك بيتو حكم للساحة، بيعاونه كل من فومو مساعد أول ورونالد ميتول مساعد تاني واليوم حكم رابع. تعالوا بقى كده نروح لأخبار النادي الأهلي. والفريق بيستعد للمواجهة في غاية القوة أمام الهلال السوداني في مباراة حاسمة في مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية، لأن الفوز في المباراة بهدف نظيف فقط هيؤهل الأهلي لدور ربع النهائي الإفريقي. النهارده بقى فريق الأهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامة المباراة يوم السبت الجاي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. زي ما احنا عارفين ان الاهلي كان واخد راحه سلبيه من بعد ما رجعت البعثه يوم السبت اللي فات من الكاميرون ومن قبلها كمان جنوب افريقيا. كولر كمان بيدرس تصعيد عدد من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالنادي لتعويض كده الغيابات اللي بيعاني منها الفريق في الفتره الحاليه، علشان وجود اكتر من لاعب في صفوف المنتخبات الوطنيه وكمان طبعا لاعبي الاهلي المحترفين منضمين لمنتخب بلادهم وتلقي طبعا كل من عايز اقول لكم تلقى كل من الجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي اليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات لانضمامهم لمنتخبات بلادهم، بالاضافه كمان انضمام 7 لاعبين لصفوف منتخب مصر الأول، و7 لاعبين دول هم محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر ومحمود كهربا، طبعا استعدادا لمواجهة ملاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والمقرر ليها زي ما قلنا يوم الثلاث الجاي. كمان بيغيب الرباعي حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي، بينما بيغيب الرباعي أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمود متولي وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة. وبما اننا بقى بنتكلم عن غيابات الاهلي وتفكير كده كولر في ان هو يصعد عدد من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي، في لاعبين كمان مستنيين الحصول على الفرصه الحقيقيه عشان يدخلوا في التشكيل الاساسي للفريق بعد انتهاء فتره التوقف الدولي الحاليه. ومن الانتهاء طبعا مواجهه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا والمقرر طبعا اقامتها يوم 1 ابريل المقبل باستاد القاهره. اعلن كولر ان هو بينوي الاستمرار في سياسه التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات وخوفا طبعا من تعرض اللاعبين الاساسيين للاجهاد في الفتره المقبله، وان هو كمان بينوي منح فرصه لكل اللاعبين المقيدين في القائمه. في اكتر من لاعب في الاهلي بيترقب الحصول على فرصه مع الاهلي زي محمد الضاوي، كريستو، شادي حسين، برونو سافيو، ايمن اشرف وكمان كريم الدبيس. لسه مكملين مع اخبار الاهلي، ومارسيل كولر هيجتمع مع الجهاز الفني المعاون ليه في الساعات القليله الجايه علشان المدرب السويسري كعادته كده بيحضر لمواجهه الهلال السوداني المرتقبه من بدري زي ما احنا متعودين عليه. كمان كولر اجتمع امبارح مع الجهاز المعاون ليه بعد عودته من سويسرا عشان يحدد برنامج التدريب خلال الايام الجايه، وكمان اجتمع مع جهازه المعاون قبل انطلاق مرام فريقه امس لوضع برنامج التدريب خلال الفتره المقبله. خلال الساعات القليلة الجاية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي هيعمل فحص طبي استعدادا لمباراة الهلال السوداني، وده علشان يقدروا ان هم كده يقفوا على مدى تعافيه من الإصابة اللي حصلت له، والإصابة دي كانت في عضلة السمانة واللي تعرض ليها قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام القطن الكاميروني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تعالوا بقى كده من الأهلي نروح للزمالك، ويمكن خلاص تأكد بشكل رسمي عودة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك في مواجهة البنك الأهلي المقرر ليها غدا في استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة. محمد عواد الخيار الوحيد أمام الجهاز الفني للزمالك للدفع به في حراسة مرمى الزمالك نتيجة طبعا نتيجة غياب محمد صبحي لانشغاله بالانضمام لقائمة المنتخب الوطني اللي أكيد بتستعد لمواجهة ملاوي يوم الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.
عايزه اقول لكم ان ابتعد عواد عن التشكيل الاساسي للزمالك في 5 مباريات الاخيره لفريق الزمالك بالدوري المصري ودوري ابطال افريقيا امام شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وسموحه وام بي وبيراميدز، حيث شارك بدل منه محمد صبحي. لسه مستمرين في الحديث عن نادي الزمالك اللي بيبحث مسؤولي دلوقتي عن مدرب اجنبي صاحب سيره ذاتيه مميزه، بس حاليا يمكن كده في انقسام في وجهات النظر حول تولي اليونالي تاكيس جونيوس المدير الفني السابق لبيراميدز تدريب الفريق الابيض خلال الفتره القادمه بعد طبعا البرتغالي فيريرا اللي فسخ عقده مؤخرا بالتراضي مع النادي. زي ما قلت لكم في وجهتين نظر منقسمين، في فريق بيرشح تولي جونيوس تدريب الزمالك نظرا لخبرته الكبيره جدا في الدوري والمامه باحوال الكره المصريه، بينما بقى بيرى الراي الاخر ان تجربه المدرب اليوناني مع بيراميدز ما كانتش الافضل والتعاقد معاه هيعتبر مغامره كبيره جدا. النهاردة الساعة 9:15 مساء هيلتقي فريق فيوتشر مع طلائع الجيش باستاد بترو سبورت ضمن منافسات دور 16 بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية. طبعا زي ما انتوا عارفين ان كان فريق فيوتشر توج بالنسخة الأولى من البطولة واللي أقيمت العام الماضي، وده بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة ب5 أهداف مقابل هدف 1 ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز. هيدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت قيادة الفنية المدرب علي ماهر، بعد كده ما استعاد الفريق توازنه محليا وافريقيا ونجح فيوتشر في فرض سيطرته على المركز الثاني بالدوري برصيد 42 نقطة علشان يجي بعد النادي الاهلي المتصدر برصيد 44 نقطة. عايز اقول لكم ان فيوتشر خاض 21 مباراة، فاز في 11 لقاء، اتعادل في 9 مباريات، خسر في لقاء وحيد وسجل لعيبة فيوتشر 27 هدف، استقبلت شباكهم 14 هدف. استعاد فيوتشر جهود صانع العابه محمد رضا حيث انتظم اللاعب في مران الفريق استعدادا لطلائع الجيش بعد تعافيه من الاصابه اللي حرمته من المشاركه مع فريقه في اللقاء الاخير، كمان شدد كابتن علي ماهر على اهميه الفوز في المباراه المرتقبه وده لمواصله رحله الدفاع عن اللقب خاصه ان البطوله شهدت الكثير من النتائج المتغيره والمفاجات. على جانب اخر بقى هيدخل فريق طلائع الجيش مباراه اليوم بقياده مدربه كابتن عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمه مفاجاه في اخر لقاء خاضه بالدوري بعد الخساره امام المصري بهدف نظيف. لسه بقى بنتكلم عن مباراة فيوتشر وطلائع الجيش، حيث قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة اسناد إدارة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش للحكم أحمد حمدي في مباراة اليوم، وهتتلعب على استاد بترو سبورت في دور ال 16 من كأس رابطة الأندية المحترفة. وجه بقى طاقم التحكيم اللي أعلنت عنه الحكام كالآتي: أحمد حمدي حكم ساحة، يعاونه كل من هاني خيري ومحمد خالد عيد حكم رابع، محمود منصور وكمان معاهم حكم رابع، وعلى تقنية الفار مصطفى الشهدي وبيساعده أسامة السيد. نروح بقى للاسماعيلي، وهيستعيد فريق الاسماعيلي جهود لاعبه كريم عرفات في مباراة سموحة المقرر ليها يوم الخميس المقبل في الجولة ال 22 لمسابقة الدوري المصري بعد التعافي من الإصابة بكدمة شديدة في القدم اليمنى. أنهى مفروض خلاص كريم عرفات تنفيذ برنامجه التأهيلي وشارك كمان في التدريبات الجماعية للدراويش. هيستأنف الإسماعيلي تدريباته اليوم على فترتين الساعة 4 عصرا و 9 مساء استعدادا لمواجهة سموحة. كمان كان كابتن حمزة الجمل قد منح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، وطبعا ده بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وأنتم طيبين. هيختتم الفريق الأول لكرة القدم كمان بنادي بيراميدز تدريباته الجماعية مساء اليوم استعدادا لمواجهة أمبي ضمن منافسات ببطولة كأس الرابطة الساعة 9:15 بكرة إن شاء الله على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات دور الثمن النهائي من بطولة الكأس الرابطة، وده بعد ما تم تأجيلها ليوم واحد بدل من إقامتها يوم السبت. وعايزة أقول لكم إن فريق بيراميدز عاد لتدريباته الجماعية بعد فترة راحة اللي حصل عليها عقب خوضه مباراة الجيش الملكي المغربي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيسعى بيراميدز في تحقيق الفوز أمام إم بي من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة. طبعا
علشان يواجه نادي الاتحاد السكندري اللي دمر خلاص مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على نظيره فاركو عن طريق ركلات الترجيح. كمان بيحتل نادي بيراميدز حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الأهلي وفيوتشر، فيما يحتل المركز الثاني في مجموعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد نادي الجيش الملكي المغربي قبل طبعا جولة واحدة في ختام دور المجموعات. في المقابل بقى قرر البرتغالي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز الدفع بنجم الفريق رمضان صبحي غدا يوم الحد في مباراة MP بدور الـ16 بكأس رابطة الأندية المحترف. ده طبعا بعد تعافي رمضان صبحي من الإصابة اللي أبعدته عن الملاعب لمدة أشهر، وجي كده قرار باتشيكو من أجل تجهيز صبحي وإدخاله في فورمة المباريات قبل مواجهة فيوتشر الحاسمة بكأس الكونفدرالية والمقرر إقامتها يوم 2 إبريل القادم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. من بيراميدز بقى نروح لفريق البنك الاهلي، وبيختتم الفريق الاول نادي البنك الاهلي مساء اليوم تدريباته النهائيه استعدادا لمواجهه الزمالك غدا في دور الـ16 من كاس رابطه الانديه المحترفه واللي مقرر ليها غدا يوم الاحد. وحذر بابا فاسيليو المدير الفني اليوناني للبنك من عدم النظر لغيابات الزمالك اللي منضمين لمنتخب مصر الاول او المنتخب الاولمبي وضروره اللعب على تحقيق الفوز في هذه المباراه من اجل التاهل لدور الـ8 ببطوله كاس الرابطه. على جانب اخر كمان اصبح محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق جاهز لخوض مباراه الفريق عفوا بعد تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها، والاصابه دي كانت كده شد في عضله الضمه وخد بعدها تدريبات منفرده خلال الايام القليله الماضيه قبل ان يعود للتدريبات الجماعيه، واصبحت مساله مشاركته في يد الجهاز الفني. بيغيب كمان عن مواجهه الزمالك اسلام جابر نجم وسط الفريق بسبب الايقاف للحصول على الانذار الثالث. نروح بقى الاخبار الممتاز دوري ممتاز الدرجه الثانيه، ونبدا بقى من نادي المصريه للاتصالات. واشاد احمد كمال سلطان مدير التعاقدات بالنادي باداء لاعب الفريق الليبيري تونيا تيزديل خلال لقاء جنوب افريقيا اللي انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق خلال الجوله الثالثه لتصفيات امم افريقيا. سجل اللاعب هدفا بعد نزوله بدقيقه وصنع هدف، ولم يحصل لاعب على مشاركات كثيره مع الاتصالات في دوري الدرجه الثانيه نظرا لاصاباته المتكررة. قال كمان كابتن وائل حبيب مدير الكره بنادي لافيانا متصدرا طبعا المجموعه الاولى بان اداره النادي اتفقت على اقامه 4 وديات خلال شهر رمضان، بحيث هيلعب مع الاتصالات يوم 15 رمضان، بيترو جيت يوم 22 رمضان، المنيا يوم 25 رمضان، واخر مباراه هتكون امام المقصه يوم 28 رمضان. طبعا المباريات الوديه دي استعدادا لمواجهه ملاوي يوم 4 مايو في الدوري بعد عودته. تقدم عبد اللطيف الدوماني باستقالته من عمله كمستشار فني لبروكسي بعد 10 مباريات مع الفريق، حقق الجهاز الفني خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات وهزيمه. بيقود الفريق حاليا الكابتن محمد حامد، وتعرض الفريق للهزيمه امام طنطا بـ5 اهداف مقابل 3 اهداف في الجوله الـ23. تبحث بقى إدارة نادي الألومنيوم عدد من السير الذاتية لتعيين خليفة للمدير الفني أبو طالب العسوي اللي رحل عن قيادة الفريق بعد الهزيمة من شبان إنا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ23 للمجموعة الأولى. ومن المقرر كده عودة الفريق للتدريبات خلال أسبوع. بيحتل الألومنيوم المركز الثامن برصيد 32 نقطة. تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. برحب بكل مشاهدينا من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية. هنبدأ فقرتنا بأهم مباريات اليوم. خلونا كده بقى نستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم من التصفيات المؤهلة ليورو 2024. اسكتلندا هتلاعب قبرص الساعة 4، روسيا البيضاء أمام سويسرا الساعة 7، أرمينيا أمام تركيا الساعة 7، أسبانيا أمام النرويج هتكون المباراة الساعة 10 إلا ربع، أندورا أمام رومانيا هتكون برضو 10 إلا ربع، وأخيرا كرواتيا أمام ويلز في نفس التوقيت 10 إلا ربع. تعالوا برضو نروح كده لمباريات اليوم والمواجهات الودية. ألمانيا هتلاعب ببيرو في مواجهة ودية الساعة 10 إلا ربع، والمغرب أمام البرازيل المباراة هتكون الساعة 12 بعد منتصف الليل.
تعالوا بقى نروح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي اصبح عميد لاعبي العالم بعد ما حطم الرقم الكويتي بدر المطوع، واصبح كده كمان رونالدو اكثر اللاعبين مشاركه مع المنتخبات بعد ما قاد منتخب بلاده البرتغال امام منتخب ليختنشتاين في تصفيات امم اوروبا 2024. وكمان عايزه اقول لكم ان وصل عدد مشاركات رونالدو مع المنتخب البرتغالي ل 197 مباراه وديه مقابل 196 مباراه وديه مقابل عدد مباريات كريستيانو رونالدو 197 مباراه دوليه مقابل 196 مباراه دوليه للكويتي بدر المطوع عميد لاعبي العالم سابقا. بدر المطوع كان حريص على تهنئه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لرقمه القياسي، وكتب بقى على حساب المحبوب لدى جميع لاعبي العالم، وفي لقطه طبعا جميله جدا كلها روح رياضيه رد كمان رونالدو على كلمات النجم الكويتي وكتب ليه: شكرا ليك على كلماتك الرقيقه، اكيد ده شرف كبير ليا ان اكون لاعب اكثر مشاركه بين لاعبي كره القدم، واتمنى ليك التوفيق ايضا. طبعا رونالدو عنده فرصه لتعزيز رقم القياسي وتجاوز حاجز ال 100 مباراه دوليه، خاصه مع قرار المدرب الجديد الاسباني مارتينيز ان هو يواصل اعتماده على رونالدو رغم انتقاله للنصر السعودي. رونالدو كمان بيحمل رقم القياسي في عدد الارقام بين السيتي وليفربول في بدايه شهر ابريل، اعتقد ده كل يعني سؤال لكل عشاق الكره المصريه بتساله. والد هالاند بقى اكد ان هو من غير الواضح لحد دلوقتي اذا كان ابنه هيكون جاهز في الوقت المناسب ولا لا. اعلن كمان ان هالاند راح المستشفى في برشلونه لعمل مزيد من الفحوص. نروح كمان لريال مدريد الاسباني، وما زال كده مستقبل الايطالي كارلو انشيلوتي مدرب الفريق غير واضح في مساله الاستمرار على راس القياده الفنيه للفريق الملكي للموسم الجاري ام هيرحل، بالرغم من ان عقد المدرب ممتد حتى صيف 2024. طبعا الفترة الأخيرة تراجعت نتائج الريال خاصة في الدوري، وخسارة كمان الكلاسيكو أمام برشلونة علشان يتأخر الريال بفرق 12 نقطة عن صدارة الدوري الأسباني. ما بقاش في أي حلول أمام أنشيلوتي إلا الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن في كده للأسف حالة عدم نجاح في تحقيق المهمة دي بالنسبة له. أكدت عدة تقارير أسبانية إن رئيس ريال مدريد وضع بالفعل قائمة فيها خمس مرشحين لخلافة المدرب الإيطالي في الصيف الجاري، وعلى رأس القائمة دي طبعا الفرنسي زين الدين زيدان، وهو المدرب المفضل عند رئيس ريال مدريد، خصوصا ان نجح قبل كده في قياده الفريق وحقق 11 لقب متنوع. لو نفتكر كده مع بعض، في الولايه الاولى لزيدان ما بين 2016 و2018 حقق الثلاثيه التاريخيه على التوالي في دوري ابطال اوروبا، وعايز اقول لكم برده ان في الولايه الثانيه ليه اللي كانت ما بين 2019 و2021 نجح في تحقيق لقب الدوري الاسباني. القائمه برده فيها اربع مرشحين كمان، وهم الالماني ناجلس مان اللي أقيل من تدريب بايرن ميونخ، وكمان تشابي ألونسو مدرب بايرن ليفركوزن الألماني، وكمان راؤول الأرجنتيني، وأخيرا بوتشتينو. دي كده بقى كانت جولة سريعة جدا في أخبار الكرة العالمية. تعالوا بقى دلوقتي نروح لجولة الصحف العالمية ونشوف الصحف بتقول إيه. بداية جولتنا في الصحف العالمية هتكون من عند أسبانيا، وتحديدا صحيفة ماركا الأسبانية اللي نشرت تصريحات لتيباس بشأن برشلونة وقضية نجريرا، وكتبت تيباس على برشلونة أن يقلق. الصحيفة كمان اهتمت بمباراة منتخب أسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت بداية منتخب أسبانيا الجديد بحثا عن التأهل لأمم أوروبا. نروح لصحيفة سبورت الكاتالونية واللي ركزت على مباراة منتخب أسبانيا ومنتخب النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، وكتبت بداية منتخب أسبانيا الجديد. الصحيفة برضو اهتمت بنادي برشلونة وكتبت جافي يعود للعب كلاعب في الفريق الثاني. اما لو رحنا كلمنا عن صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، وضعت صورة كبيرة للأرجنتيني ميسي وقالت ان الكل في برشلونة ادارة وجهاز فني ولاعبين عندهم رغبة كبيرة بعودة ميسي، وكتبت كمان في عنوانها الرئيسي يريدون ميسي. تعالوا كمان نطير لفرنسا، وتحديدا صحيفة لوكيب الفرنسية اللي اختارت صور لمبابي وهو بيحتفل مع جريزمان، واتكلمت عن فوز منتخب فرنسا 4-0 على منتخب هولندا في تصفيات أمم أوروبا 2024 وتألق القائد الجديد مبابي، وكتبت الصحيفة القيادة تجلب السعادة. نروح كمان لإيطاليا وتحديدا صحيفة توت سبورت اللي كان عنوانها عن محاولات يوفنتوس إعادة ألفارو موراتا، وكتبت المدير الرياضي الجديد الانتفاضة يمكن أن تأتي من مدريد، وكتبت كمان بيرتا موراتا أتلتيكو يوفنتوس.
تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، وبما اننا كده بنتكلم عن منتخبات مصر، لو سواء منتخب الاول طبعا بعد فوزه امبارح على ملاوي، وكمان المنتخب الاولمبي اللي بيستعد المباراة هامة جدا امام زامبيا، اكيد بنتمنى التوفيق للمنتخبات، وبنتمنى لهم ان هم يقدموا اهم واقصى ما عندهم علشان يقدروا ان هم يعني دايما يظهروا كده باداء مشرف يليق باسم مصر. تعالوا بقى دلوقتي نروح كده ناخد جولة في الالعاب الاخرى. قبل ما نبدا اخبارنا عن الالعاب الاخرى المختلفه، تعالوا بقى ناخد كده اتصال تليفوني مع كابتن احمد ابو مسلم، مدير منتخب النجم الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق. كابتن احمد برحب بيك، منورنا هنا في اخبار اون تايم. مساء الخير لينا، اهلا بيك وكل سنه وانت طيبه وكل ممارسنا بخير والسلام ورمضان كريم. في البدايه بقى لازم اسالك عن شفت ازاي منتخب مصر امبارح، شفت اداؤه ازاي امام طبعا ملاوي، وكمان اهميه الفوز في التوقيت ده، اكيد توقيت مهم جدا ان المنتخب يفوز فيه. اكيد طبعا، هو ماتش امبارح هو مكسب معناه بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم اداء منتخب مصر امبارح يعني متوسط بالنسبه للخصم، والخصم بتاع امبارح هو بكر اللي هي فريق ملاوي، فرقه متوسطه المستوى او مستوى الفني مش عارف جدا، بس احنا دي فرصه ان نطمن على اللعيبه بتاعتنا اللي كانت موجوده. بنتكلم في لعيبه كانت في وجوه جديده، محمد حمدي الباك ليفت كان موجود عندنا بشكل كويس، محمد هاني ابتدى يخش بشكل مميز جدا. امبارح شفنا في فرق كبير بين لعيبه المنتخب المصري والمنتخب الثاني، بالذات محمد صلاح. شوف على محمد صلاح حتى الهدف الاول، اول راجل معدي من الناحيه الثانيه بيعملها في الاتجاه الثاني خالص اللي احنا محدش بص عليه او محدش شايفه خالص، وهو بيفنش الهجمه بيجيب جول الاولاني. فشايفين فرق كبير جدا، عوده بشكل كبير لعمر مرموش بشكل كويس، تألق امبارح بشكل مميز جدا. الراجل اكتشف برضك محمود حماده بتاع فاركو ابتدى يشتغل بعدها كويس، فشايف امبارح مكاسب كبيره للمنتخب بغض النظر عن يعني المكسب اللي هو 2-0، في مكاسب كبيره يعني اللعيبه موجوده بشكل كويس جدا. شايفين مصطفى محمد برضك امبارح ادى بشكل كويس، فدي مضمون على اللعيبه بتاعت المنتخب المصري. كابتن، هل حسيت ان في كده او لمست طريقه مختلفه في طريقه لعب اداء المنتخب، خاصه لو رحنا اتكلمنا عن الطريقه الهجوميه؟ هو بصي، هو في اختلاف طبعا عن الفتره الاولانيه، بس برضك مش هنحكم على الطريقه لحد لما تشوف الخصم قوي. يعني برضك الخصم بتاع امبارح ما بيديكيش برضك القوه او المنتخبات الافريقيه اللي هي القويه. فامبارح برضك يعني الشكل بتاعه او السيستم بتاعه هو شكل بيعتمد على الكره كتير من تحت عند احتياجي، وواقف طارق حامد نص ملعب يعني بشكل مميز، بيعتمد على صلاح ومرموش ومصطفى محمد راس حربه واحد، فهي شكل كويس. بس احنا بنتكلم مش هنقدر نحكم عليها لما تعملي على خصم قوي عشان تشوفي امكانيات اللعيبه اللي عندك بتأدي بشكل كويس ولا لا. ما احنا امبارح الفرقه بتاعت ملاوي بتدافع، فرقه مستوى ضعيف، فطبيعي لما انت الشغل بتاعك مش هيبان لما يكون على خصم قوي عنده مفاتيح وعنده مخططات وعنده خطوره، فده كله هيبان في المطوشه قويه طبعا. كابتن احمد، وشايف الماتش الجاي ازاي، خاصه ان هو يعني في ارض الخصم مش عندنا في مصر، متوقع هيكون اداء منتخب مصر عامل ازاي، خاصه يعني ان نقدر نقول ان دلوقتي احنا محتلين صداره المجموعه، فده برضو بيشكل نسبه ضغط كده على المنتخب؟ لا اكيد انا شايف الماتش ان شاء الله ماتش في متناول، يعني شايف منتخب مصر يعني الفروق والامكانيات الفنيه والبدنيه والخلقيه لصالح منتخب مصر واللعيبه اللي عندنا. يعني انت بتتكلمي على ماركت، شوف الـ يعني الاسم او الماركت بتاع لعيبه منتخب مصر كام ولعيبه المنتخب الثاني الشكل بتاعه بكام. فانا شايف المستوى الفني لمنتخب مصر ان شاء الله هيأدي بشكل كويس، يعني هنكسب هناك ان شاء الله باداء كويس. يعني انا شايف لعيبه منتخب مصر امبارح متحكمه بالجيم بشكل كبير، فانا شايف مفيش خطوره، يعني شايف الماتش هناك ان شاء الله هيبقى في المتناول يعني. يا رب. كابتن بقى نروح من المنتخب الاول، نروح بقى للمنتخب الاولمبي اللي فاز في مباراه زامبيا الاولى، ولسه عنده بقى مباراه بكره مهمه جدا امام زامبيا، وبرده المباراه خارج الارض، مباراه حاسمه، مباراه مصيريه جدا طبعا للتاهل لكاس الامم الافريقيه في المغرب. متوقع المنتخب الاولمبي هيعمل ايه في المباراه؟ هو طبعا المنتخب الاولمبي الشوط الاولاني هو شوطين، كسب الشوط الاولاني في مصر 2-0 اداء يعني كويس نوعا ما، بس مش عايزين نتخدع بالنتيجه دي. عنده ماتش بكره، منتخب زامبيا منتخب قوي او منتخب على مرمى الناشئين او الفروق اللي هي منتخبات الشباب والاولمبي، المنتخبات كلها بيأدي بشكل كويس، فمش عايزين نتخدع بكره بالنتيجه بتاعت 2-0. الاجواء هناك مختلفه جدا، يعني لعبنا في افريقيا كتير فعارفين الاجواء هناك بتبقى صعبه، الرطوبه بتبقى عاليه، الدنيا مختلفه،
الجو الجماهيري هيبقى عندهم جماهير بشكل كبير، شحن الجماهير بشكل كبير، فلازم بكره نحط دي في الحسبان يعني. فنتمنى ان شاء الله الماتش يبقى في صالح المنتخب المصري بالذات. احنا بعد الفتره اللي فاتت في منتخبات الناشئين في مصر بعد المنتخب 2003 و2006، فنتمنى المنتخب اللي هو الاولمبي ان شاء الله يعمل بشكل كويس، يبحث الصوره الفتره اللي فاتت. طبعا كابتن احمد ابو مسلم بشكرك على تواجدك هنا معانا في اخبار اون تايم. كابتن احمد ابو مسلم كان معانا نجم منتخب مصر السابق ونجم النادي الاهلي السابق. تعالوا بقى دلوقتي نروح نتكلم اكتر عن اخبار الالعاب المختلفه، وعايزه اقول لكم ان هنبدا اخبارنا من الالعاب المختلفه من حدث اقيم امس، والجميع كان مشغول بمباراه منتخب مصر مع ملاوي واللي انتهت بفوز منتخبنا 2-0. الحدث ده كان ان فريقي الاهلي والزمالك التقوا في ختام مباريات المرحله الثانيه لبطوله دوري المحترفين لكره اليد، ونجح الزمالك في الفوز على الاهلي بنتيجه 31-23 في مباراه نجح من خلالها الزمالك من تاكيد تفوقه طوال المباراه. كان الشوط الاول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجه 16-12 قبل ما يواصل الزمالك تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراه لصالحه بنتيجه 31-23. شهدت المباراة تألق الظهير الأيسر للزمالك حسن القداح، حيث نجح كده في تسجيل العديد من الأهداف من خارج التسع أمتار، ومحمود كمان خليل بفضل تصدي في حراسة المرمى بتلك النتيجة. كمان حصل الزمالك على نقطة واحدة، اللي هي طبعا بعد النتيجة دي قدر الزمالك ان هو يرفع رصيده للنقطة ال 14.5، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس النقطة. ومن المقرر كمان ان يتأهل جميع الفرق للمرحلة الثالثة والأخيرة بالنقاط اللي جمعتهم في المرحلة الثانية. هتقام بينهم دوري من دور واحد لمنافسة على لقب دوري المحترفين، بيحصل أكيد الفريق الفائز في المرحلة الثالثة والأخيرة على الثلاث نقاط. في حالة التعادل بيحصل على كل فريق على نقطتين، والخاسر بيحصل على نقطة واحدة. من كرة اليد بقى تعالوا نروح للسلاح. نجح محمد السيد لاعب منتخبنا للسلاح في اقتناس الميدالية البرونزية في منافسات بطولة الجامعة الأمريكية للسلاح سيف المبارزة. بيشارك في بطولة الجامعات الأمريكية للسلاح أفضل اللاعبين في العالم، واللي بيتواجدوا في الجامعات الأمريكية اللي بتهتم بضم الرياضيين على مستوى العالم في جميع الألعاب الرياضية. كان محمد السيد حقق الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للسلاح سيف المبارزة اللي أقيمت في غانا. لسه مستمرين في اخبار السلاح، حيث بيلتقي بعد قليل وتحديدا الساعه 3:30 عصرا بتوقيت القاهره مازن العربي لاعب منتخب مصر للسلاح السيف مع بطل ايطاليا ضمن منافسات دور ال 128 من بطوله كاس العالم اللي بتستضيفها حاليا دوله المجر. استطاع مازن الفوز في مباراتين بدور المجموعات ليواصل مشواره بالبطوله ويتاهل الادوار الاقصائيه، واللي بتبدا منافساتها من اليوم خلال دور ال 128 البطولة. كان مازن حقق الفوز، وطبعا بتضم بعثة منتخب مصر مشاركة بالبطولة كل من زياد السيسي، مدحت معتز، مازن العربي، بالإضافة لمصطفى أيمن. تعالوا بقى كده نروح لرفع الأثقال، وهتنطلق مساء اليوم بطولة العالم للشباب بألبانيا اللي بتستمر حتى اليوم الأول من إبريل القادم، وأعلنت البعثة المصرية حالة الطوارئ استعدادا لخوض منافسات البطولة. بتفتتح بسمة رمضان منافسات البطولة في تمام الساعة 8 مساء بفعاليات وزن 40 كيلو للسيدات. أما غدا فتشهد البطولة مشاركة كل من إياد طنطاوي وزن 55 كيلو بالمجموعة ب في الساعة 10:30 صباحا، ويخوض أيضا عبد الرحمن بخيت منافسات المجموعة ب لوزن 61 كيلو الساعة 12:30 ظهرا. ويوم الاثنين هتشارك حبيبة سعد في منافسات وزن 59 كيلو في تمام الساعة 3 عصرا، فيما ستشارك آية عبد الله في منافسات وزن 55 كيلو الساعة 8 مساء. بتلعب كمان حنين أحمد محمد يوم الثلاث الساعة 5:30 عصرا في منافسات وزن 59 كيلو. تستأنف البعثة المصرية منافستها يوم الأربع بمشاركة منى حامد في وزن ال 64 كيلو الساعة 3 مساء، فيما كمان بتشارك جاني عبد الفتاح جودة الساعة 8 مساء بمنافسات وزن 61 كيلو. بتخوض كل من البطلة المصرية رحمة أحمد وريناد محمد منافسات وزن ال 76 كيلو في تمام الساعة 3 عصرا يوم الخميس. وبتختتم منافسات البعثة المصرية بمشاركة كل من شمس محمد وبسملة خالد في فعاليات وزن ال 81 كيلو الساعة 5:30 من يوم الجمعة الجاية.
هنختتم بقى فقرتنا من الالعاب المختلفه من كره السله، حيث تقام اليوم مباراه ربع النهائي من بطوله دوري السوبر لكره السله رجال بيست اوف 5. بيلتقي الساعه 9 مساء اليوم الاهلي مع المصريه للاتصالات، والزمالك كمان امام طلائع الجيش والاتحاد مع سبورتنج. كان من المقرر اقامه المباريات امس يوم الجمعه الى انه تم تاجيلها بناء على طلب الانديه نظرا لان هو تاني ايام شهر رمضان. تقام المباريات وفقا لما اعلنته لجنه المسابقات باتحاد السله، وبيتصدر فريق كرة سلة الاتحاد السكندري ترتيب دوري سلة الرجال المركز الأول للثامن طبعا بعد انتهاء جولة الـ 14 والأخيرة في الدور الأول من البطولة. نجح الاتحاد السكندري في الفوز في مباراته أمام الأهلي ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة، وهو برضو نفس رصيد الأهلي بفرق الأهداف ليأتي الأهلي في الوصف. تعالوا بقى نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل آخر فقرتنا هنا في أخبار أون تايم. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة وان شوت. وان شوت بقى النهارده للنجم الفرنسي امبابي قائد المنتخب الفرنسي، واللي تألق واحرز فيه فوز فرنسا برباعيه نظيفه على هولندا في استاد فرنسا في افتتاحيات مباريات تصفيات يورو 2024. كده مبابي قدر ان هو يتجاوز كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في عدد الاهداف الدوليه مع فرنسا، بعد ما وصل عدد اهداف مبابي ل 38 هدف دولي بفرق هدف عن بنزيما. طبعا مبابي ظهر امبارح وهو شايل شاره قياده منتخب فرنسا لاول مره في تاريخه. كده مبابي بيحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي فرنسا عبر التاريخ، بيتاخر بفرق 3 اهداف فقط عن بلاتيني صاحب ال 41 هدف دولي، وفرق 5 اهداف عن زميله جريزمان اللي عنده 43 هدف. وبيتصدر طبعا جيرو قائمه هدافي فرنسا برصيد 53 هدف، ويليه اسطوره ارسنال تيري هنري اللي عنده 51 هدف. كل تأكيد مبابي عنده قدرات ان هو يتصدر قائمة هدافي فرنسا عبر التاريخ، خصوصا ان هو لسه عنده 24 سنة واصبح كمان قائد للفريق وشارك في اخر بطولتين لكأس العالم. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج اخبار اون تايم، يا رب نكون اوفيناكم بكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية. اشوفكم بخير والى اللقاء.